عندنا الريو، في عندنا هنا جلد النمر، تمام، ومش هنقول عليها جلد النمر، هنا انواعهم طبعا مقزمة، عندنا احنا هنا العنكبوتة، عندنا هنا الفكس بطاط، عندنا هنا صبر مدغشقر، وحاجات ثانية طبعا. هنا اغلب الاشياء اللي حنقول عليها نبتة الزينة حتى المحبوبة عليهم طلب. عندك الزامية، نبات الزامية، عندنا كلها نباتات ظلية طبعا. في عندك الدراسينيا، عندك الشراع او زنبق السلام، اوكي، هذه الزامبيا. عندك هنا السجاد او دم العاشق، عندك هنا نقول عليها سبيدر او العنكبوتة، هنا زهرة الصيف، هنا الكنة، تمام، لينيا، فلامينجو، عندنا هنا الرجلة السنجو أو رجل البطة، تو رجل البطة البو، هذا اسمه. عندنا كلهن استوائيات يعني. عندك حتى هو هنا اللينيا الخضراء، عندك هنا البوكسبور، تمام، نوعي، عندنا هنا المكحلة، عندي هنا اللينيا، عندنا هنا السكندس، عندنا هنا الريم، عندنا نحن القدس العملاق، عندنا المليون زهرة نقولوا عليها نحن هنا، تمام، عندنا البوتس، عندنا دراسينيا، عندنا البوتس العادي هيك هي العمود نحن نقول. هذه كلها نباتات زينة يتم الإزهار فيهم في شهر 4، حوث كلها أنا معبيتها أبصار شتوية وصيفية. في الشتاء يطلع الشتوية اللي هو نحن نقولوا عليه التوليب النرجس والحاجة زي هذه، في الصيف يطلع عن الأخر اللي هي شو اسمها نحن نقولوا عليها الكنة، فيه عندنا الأخرى النوعية طبعا ثانية من الأبصال اللي احنا نقول عليها الأبصال الصيفية. فيكون شنو باش تقد الحديقة متنوعة، صيف وشتاء، يعني في الشتاء تطلع الأزهار الشتوية وفي الصيف تطلع الأبصال الصيفية.